الله يبارك لك. بعد إذنك، أنا حلمت إن أنا في وداني حلق فضة نعم، بس مدلدل شوية وشكل الكف، حلقة فضة ايه يا فندم؟ يعني مش بريمة، يعني مدلدل شوية اه، وفضة وشكل الكف، شكل الايه؟ الكف كف الإيد. اه، شكل الكف. اه نعم، وبعدين حضرتك، انا كنت يعني ببص عليه كده ومبسوطة بيه، وبعدين قلت ده ايه، ده ذهب ولا فضة؟ فقلت لا، بس انا اللي انا كنت بعرف تفسير الحلم ان الذهب وحش والفضة كويس، وبعدين اتهيالي ان في شرخ في الحلق شوية او هو شبه مكسور، نعم، فقعدت امسكه كده واضغط عليه، فقلت لا هو مش مفهوش حاجة، انا كان متهيأ. ما فيهوش حاجة. وبعدين معلش، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذهب للمرأة جميل جدا، وتكلمنا عن هذا الأمر قبل ذلك كثيرا. الفضة للرجال كويس جدا، وقلنا إن صحيا حتى الذهب للمرأة صحيا كويس، بيظبط الدورة الدموية عندها ونفسيا وعصبيا وكل حاجة. والفضة للرجل، الفضة للرجل جميلة جدا برضو، بتظبط حاجات كتيرة في جسم الإنسان نفسيا وعصبيا وكل حاجة إن شاء الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجال يعني يلبسوا الفضة، والنساء يلبسن الذهب. مش العملية لبس خلاص، لا ده عملية صحية. فهو حضرتك يعني رؤية جميلة جدا، أنت لابسة حلق، وبعدين حاسة الحلق حلو للمرأة، يعني زينة وجمال وستر وحاجه كويسه ان شاء الله. ففي ان شاء الله خبر صار لحضرتك باذن الله، في خبر باذن الله هيفرحك. انت بتقولي انا كنت حاسه ان الحلقه فيه حاجه وحشه وقعدت اعدل وعمل كده، قلت ده انا متهيأ لي ده هو كويس. فان شاء الله في حاجه انت حاسه انها ممكن تكون كبيره، لكن عند الله صغيره، ربنا يحقق لك اللي انت عايزاه ان شاء الله.